المملكة العربية السعودية تسير بخطى ثابتة بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نحو التطور الكبير في المجالات كافة، وخاصة خلال الفترة الأخيرة. تعامل محمد بن سلمان مع العديد من الملفات الخاصة بالثقافة والفنون وكذلك النساء بحرفية شديدة، ولكن ما هو الموقف الأخير الذي أثار دهشة الجميع من محمد بن سلمان بخصوص تعامله مع السيدات، والتي روته سفيرة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية؟ هذا ما سنعرضه لكم في هذا الفيديو. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ما روته ريما بنت بندر سفيرة المملكة العربية السعودية في أمريكا عن ردة فعل ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان خلال اجتماع، ورؤية النساء يجلسن بالخلف في القاعة. المقابلة التي انتشرت للأميرة ريما سفيرة المملكة في أمريكا تعود لشهر إبريل الماضي، كانت قد أجرتها على شبكة قنوات NBC، وقالت فيها: دخل علينا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وسمع الخطط التي كنا نقوم بعرضها، ثم التفت ونظر فوجد البنات والسيدات يجلسن في آخر الصالة. أضافت ريما: على الفور قال الأمير محمد بن سلمان: لماذا تجلسن في الخلف؟ ولم يجد منا من يرد عليها. عللت ذلك بأنه لم يكن هناك سبب معين لجلوسهن في الخلف، ولم يقل لهن أحد بأنهم يجب عليهم الجلوس في نهاية الصالة، لكنهم شعروا أن هذا هو المكان الخاص بهم. اختتمت سفيرة المملكة في السعودية كلامها قائلة بعد سؤال الأمير محمد بن سلمان: لماذا تجلسنا في الخلف؟ كلنا كنا نفكر لماذا؟ استغرب الأمير من جلوسنا بالخلف، ثم أصبح السؤال: لماذا نجلس في الخلف من الأساس؟ اهتمام الأمير محمد بن سلمان بمكان جلوس السيدات في الاجتماع أثار فضول الجميع، ولكن يبدو أنه يحمل الكثير من الرسائل المشفرة. يرغب ولي العهد السعودي في أن تحظى النساء بمكانتهن وأن تشاركن وبكل قوة في كافة المجالات، وربما كان سؤاله هو لرغبة وقناعة منها في أن يتواجدن دائماً في المقدمة، ليس مقدمة الصلاة فحسب، بل أيضاً في أن يكن بمثابة القائدات الملهمات لغيرهم وأن يحصلوا على المكان التي يستحقنها. سؤال بسيط في وجهة نظر الكثيرين قد لا يحمل أي معنى خفي، ولكن الأمر المؤكد أننا إذا تابعنا خطوات الأمير محمد بن سلمان في سياساته سنجد دائماً أنه يعني الكثير في كل ما يقوم به من أعمال ويوجهه من رسائل، سواء كان بصورة واضحة أو عن طريق كلمات يوجهها للحاضرين في كل مناسبة.